السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس كل، أرجو أن تكونوا بخير، أرجو أن تكونوا بصحة جيدة، تحية إليكم أينما كنتم. نعرفكم بنفسي، أنا أخوكم معز التونسي، مقيم في أندونيسيا منذ سنوات، تقريب 6 سنوات هنا في أندونيسيا. عندي قناة على اليوتيوب، قناة متواضعة نتكلم فيها على الحياة في أندونيسيا، نشارك في تجارب على أندونيسيا، الحياة، عن العمل، عن الإقامة، عن الثقافة الأندونيسية، عدة يعني معلومات نشاركها في قناتي المتواضعة. نعرف للعديد من الأخوة في الدول العربية ما يعرفوش معلومات على أندونيسيا، فقط يسمعوا أندونيسيا دولة جميلة، دولة يعني سياحية تقع في آسيا، ولكن في عدة معلومات مهمة كذلك يعني من الأفضل أن تأخذوا عليها فكرة. الأخوة اللي يحبوا يعني يشتركوا في قناتي أو يحبوا يتبعوني إن شاء الله على قناتي، مرحبا بكم ونتشرف بكم وجزاكم الله كل خير. وبالمناسبة حبيت نشكر صاحب القناة الأخ صالح، ربي يبارك فيه ويبارك في جهوده، إنسان طيب ومتواضع وخلوق، وهذا ليس رمي ورود بل هي حقيقة. جزا الله كل خير على ما يقدمه في القناة وعلى تعاونه مع الأخوة، والله يبارك لكم جميعا وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.